السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا المحاضرة الخامسة اللي خاصة بالمحولات الكهربائية. اليوم راح ناخذ محولات الكهربائية ثلاثية طور 3 phase transformers. أولا من حيث التركيب، المحولات كلها تشمل تركيب واحد أساسي اللي هو الملفات والقلب الحديدي والعوازل. المحولات 3 phase ما تختلف، الفرق عندي ثلاث أطوار بدل ما طور واحد. لكل طور ملفين، ملف ابتدائي وملف ثانوي. يعني مثلا هذا بالشكل المبسط محول 3 فيز. عندي هذا الطور الأول بملفين برايمري سكندري، الطور الثاني أيضا ملفين برايمري وسكندري، الملف الثالث أيضا أو الطور الثالث أيضا برايمري وسكندري. فكل الطور برايمري وسكندري بيناتهم نسبة تحويل، يعني هذا وهذا بينات نسبة التحويل، وكذلك الفيز الثاني والفيز الثالث. طبعا نسبة التحويل متشابهة لكل الفيزات. اللي عندنا هسه أول شيء راح ناخذه بعد ما عرفنا يعني بصورة مبسطة أجزاء محول ثلاثة طور اللي هو الربط، شلون أربط ملفات الابتدائي أو ملفات الثانوي. طبعا ملفات الابتدائي تربط سوا، ملفات الثانوي تربط سوا، والخطوط الثلاثة مال الابتدائي ما بعد الربط تروح المصدر، والخطوط الثلاثة ما بعد السكندري اللاينات الثلاثة تربط إلى الحمل أو إلى شبكة معين، يعني الخارج مالتها. خلينا نشوف أنواع الربط. ربط المحولات في البداية، أي ملفات سواء كان برايمر أو سكندري إلهن ربط. هذا الربط أما يسمونه واي اللي هو الستار أو الدلتا. نشوف شنو الفرق بيناتهم. طبعا أنواع الربط عندنا مثلا هذا البرايمري وهذا السكندري، أما يربطن دلتا البرايمري والسكندري أيضا دلتا، أو البرايمري دلتا والسكندري ستار أو واي، أو يكون البرايمر ستار والسكندر دلتا، أو يكون ستار ستار اللي هو واي واي. هذا إني أكثر الأربع الأنواع الأولى هن أكثر ربط شائع بالمحولات، لذلك راح نشير إلهن ونشوف شنو ربط الستار وشنو هو ربط الدلتا. هذا ربط الستار أو الواي. بالستار أنا عندي ثلاث ملفات سواء كان ابتدائي أو ثانوي، سواء كان ابتدائي أو ثانوي. مثلا عندنا ربط الستار أو الواي، ناخذ طرف من كل ملف. عندنا ثلاث فيزات، ثلاث ملفات برايمري، ناخذ طرف من كل ملف، ملف A وملف B وملف C، نربطهن سوا، نسوي لهم عقدة. هاي عادة يسمونها الN النيوترال المتعادلة، يقصد بها انه جهدها صفر، واحيانا تربط المن للارض للجراوند، زين متعارف عليها نيوترال. اما ما تبقى من الاطراف لكل طرف لكل ملف هذا يربطن، اما اذا كان بالبرايمري يربطن للسورس المصدر، واذا كان بالسكندري يربطن للحمل. هذا ربط الدلتا، زين. وعندنا ربط العفو ستار، وعندنا ربط الدلتا. ربط الدلتا لا، أربط نهاية ملف، نقول ملف A نهايته بداية ملف آخر لكن C، ونهاية ال C تربط ويا من ويا بداية ال B، ونهاية ال B ترجع إلى بداية ال A. يعني مثل كأنه ما عندي دورة، نهاية بداية نهاية بداية وهالشكل. بعدين آخذ بداية كل ملف، زين بداية كل ملف أربطن، إذا كان برايمري ربطن إلى المصدر، وإذا كان سكندري ربطن إلى الحمل. نعيدها، ربط الدلتا نهاية الأول بداية الثالث، نهاية الثالث هنا صار بداية الثاني، نهاية الثاني بداية الأول وهالشكل. بعدين آخذ دائما الطرف الأول أو العقد أطراف العقد أربطن، أما إذا كان هو برايمري أربطن للمصدر، وإذا كان سكندري أربطن لللود للحمل المادي. فهذا الفرق بين الربط بين الستار والدلتا.
بعد اكو فروقات اخرى اللي هي الفولتيات والتيارات. قبل لا نشوف هاي الفروقات شنو، خلينا نشوف اكو عندنا فولتيات اثنين، اكو فولتيه يسمونها فولتيه اللاين اللي هي لاين تو لاين، واكو فولتيه يسمونها فولتيه الفيز. راح نشوف شنو الفرق بالفولتيات والتيارات مال اللاينات والفيزات بالنسبه للستار والدلتا. قبل لا نحكي بالعلاقات الرياضيه، اول شيء فولتيه الفيز شنو فرقها عن فولتيه اللاين؟ فولتيه الفيز هي فولتيه اي ملف، يعني مثل هذا ملف اي، من اجي اقيس الفولتيه، هذا هسه عندي ستار، هذا ملف اي، اريد فولتيه الفيز اللي هي فولتيه الملف، معناتها هي الفولتيه بين هذا الخط اللي هو الخط اي وبين نقطه التعادل، احصل على فولتيه الملف او الفيز اي، يعني فولتيه الفيز هي فولتيه الملف. فولتية الفيز هي فولتية الملف سواء كان ابتدائي أو ثانوي، بينما فولتية الخط هي فولتية بين خط وخط، سواء كان بين A و B، بين A و C أو بين B و C. هذا الفرق بين فولتية الفيز والخط. من أجل الستار ألقى أكو فرق بين الفولتيات مال الفيزات والخطوط، يعني فولتية الفيز A هي فولتية بين هذا الخط والنيوترال، وفولتية الفيز بي الفولتية بين هذا الخط، زين طبعا هنا متقاربات الأحرف عفوا، هي الفولتية بين هذا الخط ونقطة التعادل. فولتية الفيز سي هي الفولتية بين هذا الخط وهاي نقطة التعادل، بينما فولتية خطوط لا، بين خط وخط. فراح نلاحظ فرق، يعني فولتية الخط بين مثلا اي وبي مو نفس فولتية هذا الفيز الاي ولا نفس فولتية الفيز سي. بينما من اروح العفو هاي بالنسبة للفولتيات. اما التيارات، من اجي التيار الفيز هذا مثل هذا الفيز، خلينا نعطيك مثال، من الاحظ تيار هذا الفيز اللي داخل التيار او خارج من عنده، يعني داخل الملف العفو او خارج من عنده، اشوفه نفس فولتية الخط، يعني بين قوسين بالربط الستار او الواي فولتيات الفيزات لا تساوي فولتيات الخطوط، فولتية الفيز لا تساوي فولتية الخط، بينما التيار الفيز نفس تيار الخط. هسه ربط الستار ثبت بي انه فولتيات الفيزات تختلف عن فولتيات الخطوط، بينما التيارات نفسها، تيار الفيز وتيار الخط نفسه. لكن من اجل الربط دلتا، هلا من اشوف الفيز اي اللي هو الملف اي، الفولتية مالته نفس فولتية الخط بين A و C، يعني بين قوسين فولتية الفيز نفس فولتية الخط، نفس فولتية الخط أي فيز، يعني آخذ هذا الفيز فولتيته نفس فولتية الخط بين A و B، فولتية الفيز A نفسها بين A و C، فولتية C نفسها بين B و C، فولتيات الخطوط والفيزات مشابهة نفسها. لكن من أجل التيار، مثل التيار هذا الملف او الفيز اي، سواء كان هو داخل اليه او خارج اليه، مو نفس تيار الخط اي، وتيار الفيز بي مو نفس تيار الخط بي، اكو فرق بالتيارات. فالفولتيات في ربط دلتا سواء كان سكندر او برايمري، الفولتيات مال اللاين نفس فولتية الخط الفيز، لكن التيارات تختلف، يعني V لاين تساوي V فيز، لكن I لاين لا يساوي I فيز، بينما هنا بالعكس، تيار الفيز يساوي تيار الخط، لكن فولتية الفيز لا تساوي فولتية الخط. هنروح نشوف العلاقات الرياضية اللي بيناتهم شنو. نوع الكونكشن الربط، طبعا هو ما يهتم انه كان الربط هذا يقصد به بالبرايمري او سكندري، نفس الحاله الستار الستار سواء كان يعني سكندري او برايمري، والدلتا دلتا سواء كان برايمري او سكندري. قال لك فيز فولتج فولتية الخط، عفوا الطور، فيز فولتج فولتية الطور تساوي فولتية الخط مقسومة على جذر 3. فولتية الفيز تساوي فولتية الخط مقسومة على جذر 3. اللاين فولتج فولتية اللاين تساوي فولتية الفيز في جذر 3، نفس هاي العلاقة بس معكوسة، فولتية الخط هي أكبر
أقل، بينما تيار الفيز وتيار اللاين مساويات نفس. إذن ربط الستار الفولتيات تختلف فيز باللاين، بينما التيارات نفسها. أما ربط الدلتا سواء كان برايمر أو سكندر، فولتية الفيز نفس فولتية الخط ما تختلف، بينما تيار الفيز يساوي تيار الخط على جذر 3، أو تيار الخط يساوي تيار الفيز في جذر 3 سواء كان بالبرايمري أو بالسكندري، ما زال هو الربط شنو؟ دلتا. فهذا يمثل العلاقات الرياضية بيناتهم. هذا جدول مهم حتى واحد يعرف شلون يتعامل بين الفولتيات. بقت اكو مسألة مهمة أدش إليها، اللي هي نسبة التحويل. أنا من تقيس نسبة التحويل بالثري فيز، بالسنجل فيز عندي فولتية سكندري وعندي فولتية برامري، قسم بيناتهم وأعرف هل هي رافعة أو خافضة أو عزل. هنا اكو مشكلة، من يكون الربط دلتا دلتا أو ستار ستار، أقدر بنسبة التحويل آخذ سواء في لاين سكندري وفي لاين برايمري وقسم، ما عندي مشكلة لأنه راح تطلع نفس النسبة. لكن إذا دلتا ستار ستار دلتا، إذا آخذ في لاين أو في فيز، أكو فرق بناخذ في لاين عن في فيز. شلون الفرق؟ هنشوف أول مرة الملفات. نسبة التحويل، شنو مقصود بنسبة التحويل؟ شنو المقصود بنسبة التحويل؟ خلينا نشوف لنا فد رسم نوضح عليه. مثل هسه هذا الرسم، هو ربط برايمري ستار وسكندري ستار. نسبة التحويل هي النسبة بين عدد ملفات الأطوار مع نفس الفيز، يعني مال البرايمر والسكندري. يعني هذا الفيز اي مثلا، اخذ انا اي فيز، خلينا ناخذ الاي، من اريد اطلع نسبة التحويل هي بالنسبة بين ملفات هذا الملف وملفات هذا الملف. زين، النسبة بيناتهم بنفس الباور، او اخذ اي ملف من الملفات الاخرى او الاطوار الاخرى. على كل حال انا من اجي اخذ نسبة تحويل كفولتيات، لازم اخذ فولتية هذا الملف واقسم عليه من على فولتية هذا الملف. زين، فولتية هذا الملف هل هي فولتية فيز ام فولتية لاين؟ هي فولتية فيز. بالربط الستار فولتية الفيز مو نفس فولتية اللاين، فولتيات الاطوار مو نفس فولتيات الخطوط، لكن بالدلتا نفسها. فانا بالدلتا اخذ سواء فولتية فيز او فولتية خط، نسبة التحويل ما عندي مشكلة لان فولتية فيز والخط متساوية، لكن بالستار تختلف. فلازم انا اذا ربطي مثلا ستار ستار اخذ فولتية فيز او فولتية لاين ما عندي مشكلة، فولتية لاين او فولتية فيز ما عندي مشكلة. ليش؟ لان اذا اخذ فولتية اللاينات بيها جذر 3 وهاي بيها جذر 3 ايضا، هاي بيها جذر 3 وهاي بيها جذر 3، فيروح جذر 3 ويا جذر 3. لكن يكون هذا دلتا وهذا ستار او بالعكس، لا راح يصير عنده مشكله في الحسابات. فانت حتى تخلص من المشاكل دائما تاخذ نسبه تحويل كفولتيات، لانه عاده بالنيابليت ما يعطيك عدد لفات، يعطيك فولتيات. فانت حتى تحل المشكله تاخذ فولتيه فيز الى فيز، سواء كان ستار دلتا دلتا ستار 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 دلتا دلتا، حتى ما يصير عندك المشكلة، لأنه أصلا هي نسبة تحويل لفات إلى لفات أو عدد لفات إلى عدد لفات. فإذا تريد تأخذ فولتيات لازم تأخذ فولتيات المقابلة اللي هي فولتية الفيز مو فولتية اللاين، لذلك ما تصير مشكلة. إذا مثلا دلتا ستار تلقى هنا البي لاين دائما هو يعطيك بالنيابليت البي لاين، يعطيك هنا مثلا البي لاين 400 وهنا بي لاين 400 وهنا مختلفات بالربط، راح يصير هذا الفيز الدلتا نفس الفيز واللاين، بينما هذا لا، اللاين يختلف عن الفيز. خلينا نشوف الرسم ونشوف شلون الفرق. هسه اذا دلتا دلتا صار جزء ما صار عنده مشكله، بس اذا اختلف الربط صار المشكله. هذا هسه ستار دلتا، ستار دلتا.
أنا عندي عدد لفات هنا عدد لفات هنا، من أقسم هذا على هذا أو بالعكس أحصل على نسبة التحويل. لكن من أخذ الفولتيات، هذا الفولتيته نفس فولتية الفيز واللاين نفسها، فما عندي مشكلة. لكن هذا فولتية الفيز واللاين تختلف، هاي فولتية الفيز تختلف عن فولتية اللاين، فمن أخذ فولتية لاين إلى لاين ما حصل على نسبة التحويل الصحيحة، ما أعرف هل هي عازلة أو رافعة أو خافضة، راح يصير عندي خطأ. فلازم دائما أنا أحط بحساباتي من أقيس نسبة التحويل أخذ فولتيات الفيز مو فولتيات اللاينات، حتى أخذ نسبة التحويل بين عدد اللفات بصورة صحيحة. هاي أهم فقرة كن ما أخطأ فيها. فهسا عرفنا أول شيء تركيبها، وعرفنا كيفية الربط بيناتهن، هي أما الربط ستار ستار دلتا دلتا أو دلتا ستار، هذا النيء الأكثر أنواع الشائعة الأربعة، دلتا 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 ستار ستار دلتا ستار ستار، هذا الأنواع الأكثر استخدام. زين، وعرفنا الدلتا شلون ربطه سواء كان بالبرايمري أو بالسكندري، والستار شلون ربطه سواء كان برايمري أو بالسكندري، وعرفنا العلاقات بين الفولتيات والتيارات. يعني مثلا إذا تجد الربط، هذا ربط الستار، أخذ طرف من كل ملف أسوي هنا عقدة ويروح للنيوترال، والأطراف البقية أما لللود أو للسورس، بينما الدلتا لا، كأنما دورة عندي، نهاية بداية نهاية بداية نهاية بداية، وآخذ البدايات بعدين أما للحمل أو للمصدر. وشفنا العلاقات الرياضية، كنا بالستار الفولتيات مختلفة، البيلان هي الأكبر، أكبر من فولتية فيز بمقدار جذر 3، يعني البي فيز بيلان على جذر 3. وشفنا التيارات الفيز واللاين نفسه، لكن بالدلتا بالعكس، الفولتيات متساوية بين الفيز واللاين، بينما التيارات لا، تيار اللاين هو الأكبر يساوي تيار الفيز في جذر 3، والعكس بالعكس. زين، اللي هنا أنا تكون يعني انتهينا من الجزء الأكبر من المحولات، ثلاثة طور والأهم يعني المفروض الفني يعني يعرفه، لأنه ما معقول أنه يتعامل بالمحولات ما يعرف أنواع الربط وشنو العلاقات الرياضية اللي بيناتهم، شنو الفرق بيناتهم وشنو نسبة التحويل. ولهنا أنا يكون انتهينا المحاضرة الخامسة من المحولات الكهربائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.